ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة درس جديد خالص، ازاي نبتكر شخصية كرتون من خيالنا بطريقة بسيطة جدا وبخطوات سهلة قوي. هرجع لكم تاني، بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. مستنية تعليقاتكم في كومنت، وهرجع لكم تاني بكل التفاصيل. درس النهاردة درس جميل جدا وهيعجبكم كلكم، ازاي نصمم شخصية كرتون. عارفين الشخصيات الكرتون اللي كلنا بنحبها؟ ازاي بقى نعمل شخصية ونبتكر شخصية من خيالنا؟ هقولكوا، بس خليكم معايا بالتفصيل خالص. اول حاجة الفيس، هنعمل الفيس ازاي؟ اي شكل في الدنيا ينفع يبقى فيس لشخصية كرتون. انتوا بتشوفوا شخصية وشها مربع، شخصية وشها مدور، شخصية وشها مثلث، كل الاشكال تنفع تبقى شكل الفيس بتاع الشخصية الكرتون بتاعتنا. يعني مثلا ممكن نعمل وش مدور، ممكن نعمل وش بيضاوي، ممكن نعمل وش مربع، ممكن نعمل وش مثلث، ممكن نعمل المثلث مقلوب بالعكس كده، ممكن نعمل شكل عارفين الكمثرى او الجوافة كده، ممكن ده يبقى شكل وش، ممكن يبقى معوج كده شوية زي البيضاوي معوج، ممكن يبقى كده وعنده بقى حتة تخينة من تحت. شايفين؟ ممكن نعمل كمان شكلين على بعض يبقى عندنا وش كرتون، زي مثلا ان احنا نعمل مربع مثلا كده وتحتيه بيضاوي، نعمل مثلا سيركل مش مقفولة ونعمل لها برضو دايرة كبيرة قوي من تحت، او العكس دي فوق ودي تحت. ممكن نعمل شبه المثلث بس مدور شوية من فوق. كل دي اشكال تنفع تبقى فيس للشخصية الكرتون اللي احنا هنبتكرها. اوكي، طيب ناخد حاجة تانية. طيب ناخد بقى الايز، ازاي ممكن نعمل شخصية كرتون العين بتاعت الشخصية الكرتون. اولا احنا الشخصية الكرتون مش لازم ان احنا نعمل لها عينين زي الشخصيات العادية، ممكن عين واحدة، ممكن اتنين، ممكن تلاتة، ممكن عشرة، ممكن عشرين. شفتوا شركة المرعبين؟ في شخصيات كده مليانة عندها عيون كتير، وكان في مارد وشوشني عنده عين واحدة، صح؟ فممكن نعمل عدد العيون اللي احنا عايزينه. طب الاشكال ممكن نعملها ازاي؟ الشكل العادي بتاعنا اللي هو عامل كده، الشكل اللي بنشوفه في الكرتون كتير قوي ده، مثلا. طيب شكلي كمان ممكن الشكل يبقى عامل كده، وادي النني بتاعه. طبعا احنا بقى هنعمل بالالوان وكل حاجة، انا بس ببين لكم الشكل ممكن نرسمه ازاي. ممكن يبقى كده، ممكن يبقى عامل كده، ويدي النني. شايفين؟ ممكن يبقى عامل بس كده، ويدي الرموش وعين مغمضة. طيب ممكن يبقى عامل كمان ازاي يا ميس؟ ممكن يبقى خط كده وخط كده، وانا هعمل النني بتاعه من تحت كده اهو، بس ممكن نعمله كمان من تحت كده.
طيب بس كده؟ لا، ده في اشكال كتير جدا جدا جدا. ممكن نعمل خط كده وخط كده من تحت، عارفين انمي الكرتونات اللي انتوا بتحبوها دي، ونعمل له بقى سيركل كبيرة كده من جوه، يبقى فيه حتت حتت لونها ابيض كده متسابة. بصوا انا هلونه عشان ايه اوريكوا شكله عامل ازاي. لا متأسف، يبقى انا وغيره. مثلا فاهمين قصدي عامل ازاي؟ ممكن كمان شكله عامل ازاي، ممكن يبقى باصص الناحية التانية كده، عارفين رقم السيكس؟ ايه دي عين. ممكن يبقى سيركل كبيرة ولازق فيها سيركل صغنن. اشكال كتير بقى قوي، ممكن زي السيكس دي بس العكس كده. ممكن نعمله يبقى احول مثلا. شايفين ايه عامله ازاي؟ اشكال بقى كتير كتير كتير. ممكن املا لكم الصفحه دي اشكال كتير. ممكن تبقى العين مثلثه زي ما اتفقنا، مش لازم عينين، ممكن تبقى اكتر ممكن تبقى اقل، صح؟ ممكن نعمل رموش لو هي بنوتة كده، ممكن نعمل اي شكل كده يبقى شكل العين. يعني اليان اشكال كتير جدا. ممكن دوت نخليه كده، بصوا نفس الشكل ده، بس هنقفل نص العين كده. مش كمان باينة معاكم؟ اهي شفتوا. ممكن بقى اي شكل نقدر نعمله بسيط خالص وبطريقة سهلة خالص، يبقى دوت ايه العين بتاعت الكرتون. انا ممكن ابقى انزل لكم صور كمان في اخر الفيديو لاشكال تانية كتير جدا. طيب خلصنا العين، ناخد ايه بقى تاني؟ ناخد النوز. ممكن النوز دي تبقى كبيرة جدا قد الوش كله في الكرتون، ممكن تبقى صغننة، ممكن تبقى بس يدوبك نقطة صغيرة، يعني ممكن تبقى بس ايه كده او نقطة صغننة. وممكن تبقى ازاي؟ ممكن مثلا يبقى شكلها كده، ممكن تبقى بس عاملة كده، ممكن تبقى بيضاوي، ممكن تبقى سيركل زي الكلاون، ممكن تبقى حاجة تخينة قوي كده وطلع لها حتة من هنا وحتة من هنا، ممكن تبقى مثلث شبه المثلث كده، ممكن تبقى نعمل خرمين بس كده. ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى عاملة كده، ممكن بس نعمل ناحيتين كده وسيركل نص دايرة في النص كده، شايفينها؟ ممكن تبقى ايه كمان، اشكال بقى كتير قوي 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 قوي. ممكن تبقى النوز عليها، ممكن تبقى حرف شبه ال كده معكوس او كده، ممكن تبقى طويلة قوي كده، ممكن تبقى لي عندها شنب،
أشكال برضو كتير، ممكن أبقى أوريكوا أشكال تانية كمان. طيب الاي برو ممكن نعمله ازاي؟ او الحواجب ممكن نعملها ازاي؟ ممكن بالشكل العادي بتاعها اللي هي مثلا ممكن كام شرطة كده اهي، هنعمل لكم ناحية وانتوا ايه اعملوا الناحية التانية حسب عدد العيون اللي عندكم. طبعا ممكن تبقى يدوبك شكل عامل كده، ممكن خطين يبقى كله اتنين زي بعض، ممكن لو حد زعلان شوية بيبقى الحواجب بتاعته فيها زجزاج كده شايفينها، ممكن تبقى طالعة لفوق كده. ممكن تبقى خط مستقيم او مستطيل كده. ممكن لو شخصية مثلا شريرة شوية ممكن نبقى عاملة زجزاج كده شايفينها، مش مكان كده لا في مثلا. ممكن تبقى يعني بدل ما هي طالعة لفوق كده لا نازلة لتحت اهي. تخلينا بقى رفيعة مفصولة عن بعض، لأ لازقة في بعض. احنا عملنا مثلا أربع عيون في الشخصية، نعمل لها أربع حواجب، ممكن تبقى طايرة برا الشخصية. كلكم طبعا بتتفرجوا على كرتون وعارفين ايه الحاجات اللي أنا بقولها دي. طيب الماوس بقى ممكن نعمله ازاي؟ ده برضو ليه أشكال كتير جدا حسب بقى كمان الشخصية، زعلانة فرحانة بنوتة كلاون شريرة. أبسط حاجة ممكن نعملها اللي هي دي كده، شفتوا؟ وممكن نعمل زيها كده نطلع منها، نطلع لسانها، شايفين ازاي سهلة؟ طيب ممكن نعمل شكل ايه كمان؟ ممكن نعمل برضو زيها كده وعندها سنتين، عارفين الأرنب؟ وممكن نقفله كده ونلون جوه كده بالاسود عشان نبين بقى السنتين كده ايه، يغسل سنين واسنانه بيضة وجميلة. شفتوا باينة ازاي؟ طيب ممكن نعمل شفايف ازاي تاني او الماوس؟ ممكن نعمله كده ونعمل له شفايف عادية اهي. ممكن مثلا نعمل مثلث ونعمل خط كده وخط كده وبعدين هنا نقفله كده ونقفله كده، هي دي شكل تاني. ممكن نعمله شكله عامل كده طالع منه اللسان، ممكن هنا سنين برضو شايفينه عامل ازاي. طيب ممكن يبقى طويل كده وباين منه لسانه من جوه ويدي سنين، كل ده طبعا هيبقى بالاسود. طيب ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى عامل بس كده، ممكن يبقى زعلان فتلاقوا خط نازل لتحت كده اهو، ممكن بقى قافل سنينه كمان زعلان بقى خالص متضايق ومتعصب، شايفين عامل ازاي؟ وممكن يبقى كده ويجي لسانه اهو ده يبقى اسود كده. اي شكل ممكن نعمله ينفع يبقى الماوس بتاعنا، يعني اشكال كتير جدا 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 وسهلة خالص وبسيطة. ممكن نعمله مثلا كده اي شكل، نقفله كده قافل سنينه هو، ممكن زي ده بس مقلوب اهو كده،
ممكن يبقى سيركل، شفته يعني، ممكن بس يبقى زجزاج كده لو حد ما اتعصب كده، ممكن يبقى خط كده وفي بس فتحة صغننة هيبين منها لسانه. اشكال بقى، اي شكل ينفع يبقى ماوس. خلاص كده خلصنا، فاضل لنا ايه؟ اخر حاجه الودان او الايرز. نسيت اكتب ماوس ورا، مش مشكله. الايرز بتاعتنا برضو الشخصيه ممكن يبقى ليها ودن واحده، ممكن يبقى اتنين، ممكن يبقى تلاته، ممكن يبقى عشره، براحتنا خالص. وممكن يبقى اي شكل، الشكل العادي بتاع الكرتون ممكن بيبقى كده وفي خط اهو، ممكن يبقى مثلث شوية دي الودن كده مثلا، دي يمين نمزه الناحية الشمال، ممكن يبقى كده وفي حرف السكس من جوه. طيب ممكن يبقى طويلة كده، ممكن تبقى الودان طالعة لفوق كده زي الأرنب، ممكن تبقى عاملة كده فيها خط كده وخط كده. ممكن كمان تبقى عاملة كده الشكل العادي شوية ده، نعمل لها خطوط كده. ممكن تبقى بيضاوي بس طويل شوية زي الفار كده، او الفار بيبقى سيركل كبيرة شوية كده، شايفين؟ ممكن تبقى عاملة كده، براحتنا بقى. احنا قلنا الشخصية دي احنا اللي بنصممها، يعني احنا نعمل الاشكال زي ما احنا عايزين. اي شخصية كرتون قبل ما صاحبها يصممها او الرسام عملها كانت مش موجودة او كان شكلها غريب بالنسبة للناس، فلا في اشكال كتير ممكن تبقى عاملة زي الفيونكة كده، يعني اشكال بقى كتير وحاجات كتير. هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزين نصمم شخصية، يعني الاول نتدرب على الاشكال دي، بعد كده عايزين نصمم شخصية او اتنين. هنعمل ايه؟ انا هديكم مثال بس مش عايزاكم تعملوا زي، عايزاكم تعملوا من خيالكم انتوا. مثلا الوشوش اللي احنا عملناها قلنا ممكن يبقى الوش عامل، قلنا ممكن يبقى عامل كده صح؟ مثلا انا هعمله كده وهعمل له حتة كمان كده، مبسوطة شكل الايه؟ الوش بتاعي. طيب هعمل له عينين، عين واحدة ولا اتنين ولا اكتر؟ هعمل له مثلا عين واحدة واعملها مثلا شكل سيركل، جواها سيركل تانية مثلا. طيب هعمل لها النوز بتاعتها، هعملها مثلا انا هعملها بيضاوي، نختار بقى من الاشكال الكتير اللي عندنا دي. طيب هعمل البق، هعمله ايه؟ هعمله مثلا كده، نزل له السنتين اللي احنا قلنا عليهم واقفله كده من هنا ومن هنا، شفتوا؟ طيب عايز اعمل له ودان ولا مش عايزه؟ عايز اعمل له ودان، ممكن اعمل له ودن كده بقى شبه المونكي اهو بس بعين واحده، شفتوا؟ بكل بساطة، كل بساطة ممكن نعمل. انا عملت اهو شخصية كرتون بسيطة خالص معاكم وشكلها جميل، ولا ايه رأيكم؟ طيب نلونها سوا ولا اعمل لكم شخصية تانية؟ نشف نعمل، خلينا نفتح. نعمل مثلا العين نعملها مثلا اخضر زي ما اتفقنا، نلون في اتجاه واحد منخرجش بره على قد ما نقدر، ونعمل احنا نلون بالراحة عشان ما يخرجش مننا غصب عننا اهو.
بصوا كله في اتجاه واحد، ما نسيبش ولا فتفوتة لونها ابيض ولا فتفوتة بيضة نسيبها. انا لونته كده بس تلوين سريع، وعايزه ارسم لكم كمان شخصيه. مش عايزاكم ترسموا الشخصيات اللي انا عملتها، عايزاكم ترسموا شخصيات تانية من خيالكم. احنا عملنا شكل الوش ده، ممكن نعمل شكل وش تاني وليكن مثلا ممكن شكل عشوائي كده. بصوا قلنا اي شكل هينفع شكل وش كرتون. طيب العين بقى هعمل واحدة ولا اتنين ولا اكتر؟ ممكن اعمل المرة دي اتنين، اعملها مثلا الشكل ده. ممكن اعمل كده شوية، نعمل لها رموش. ممكن نعملها رموش من تحت كمان، النوز ممكن نعملها كده، البق انا بفكر اعمله كده اهو، وعنده شفايف صغننة في النص، ممكن يبقى عندها كده نمش. طيب الودان ممكن اعملها ايه؟ نعملها شبه القطة كده شوية. بصوا ألفت شخصية وأنا قاعدة معاكوا اهي، يعني بشكل بسيط خالص. خلاص عايزاكوا بقى انتوا تألفوا لي شخصيات كرتون وتبعتوها لي وتلونوها، ويا رب تعجبكم. مستنية الرسومات اللي انتوا هتعملوها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناة ولايك وشير واي كومنت تحبوه، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. هسيبكم بقى مع اشكال تانية ان شاء الله تساعدكم، مستنية تطبيقكم.